سلام خوتي قبل ما تفرجوا في الفيديو ما تنساوش تديروا لايك وتشتركوا في القناة باش هكا أبرز بأبرز أخبار الساحة الوطنية والدولية غزت المنتجات المغربية وخاصة الغذائية اسواق الولايات المتحدة الامريكية في رمضان بسبب اسعارها المنخفضة وباتت المنتجات المغربية تنافس نظيراتها الاوروبية والصينية في السوق الامريكية وتعرف اقبالا كبيرا من ذوي الدخل المحدود وكذا الجاليات المسلمة والافريقية هناك وأبرم المغرب اتفاقا للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الامريكية في عام 2014 وهو الاتفاق الذي يشمل جميع مناحي الانشطه الاقتصاديه، وتصل المبادلات التجاريه بين البلدين الى حوالي ثلاثه مليارات دولار، واستفادت من الاتفاق من الجانب المغربي قطاعات مثل الصناعات الغذائيه والتجهيزات والنسيج والالبسه، بينما تمكنت الولايات المتحده من الاستفاده من الاتفاق في توطين شركاتها بالمملكه.